السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد عبد الله المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة Social Media Solutions. Social Media Solutions هي تعتبر من أقدم الشركات في قطر في مجال التسويق الرقمي من 2012. كيف؟ احنا نقدم ثلاث خدمات أساسية لما نشتغل. أول خدمة اللي هي الخدمة الاستشارية، وخدمة التدريب، وخدمة الاستراتيجيات، وخصوصا مع الشركات اللي فعلا تحتاج ان تبني خطتها التسويقية لكن الى الان هي مو بعارف البزنس وين رايح. فنشتغل مع العميل ان احنا نكون له الاستراتيجية اللي هو يحتاجها، نشتغل معه استشاريا عشان يوصل بخدمته او منتجه للسوق المستهدف اللي حاب يتواصل معه. ثاني خدمة اللي احنا نقدمها الخدمة الادارية. الخدمة الادارية تشمل مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية تكوين المحتوى، من ناحية إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، من ناحية إدارة الإعلانات الرقمية في حملات الرقمية، زائد التقارير اللي حاب إنه يشوف البرفورمانس لأداء الرقمي. زائد إحنا نقدم ريبيوتيشن مانجمنت. ريبيوتيشن مانجمنت من حيث إذا أنا براند عالمي أو براند محلي أبي أعرف من قاعد أتواصل معه وكيف براندي قاعد يتحرك، وأبي تقارير وأبي متابعة بشكل دوري. هاي من ضمن الأعمال الإدارية. في خدمة ثالثة اللي هي الانوفيتيف سولوشنز. الانوفيتيف سولوشنز كيف إني أنا أبي أربط مثلاً بين الأوفلاين والأونلاين، كيف أخلق يوزر إكسبيرينسز، شلون أقدر أضمن إني أنا أوصل بطريقة تفاعلية انوفيتيف. وهاي الشركات اللي فعلاً عندها لونج تيرم فيجنز إحنا نشتغل معهم أز كونسلتنت. الشركة مفتوحة للأسميز، للبيج كومبانيز، للبيج فاكتوريز، للميجا كومبانيز. الحمد لله احنا في 2016 كنا من التوب 10 في الإكسلنس أورد من بنك قطر للتنمية، وأيضا مستثمرين احنا من بنك قطر للتنمية. بنك قطر للتنمية 30% من الشركة، وإن شاء الله اليوم احنا نكون فعلا قيمة مضافة للشركات الموجودة.